أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للعمل الذي يعمله الإنسان هو أجير، سواء عند الدولة، عند شركة، عند مؤسسة، عند عامل، عند شخص مثلا عامل خاص مثلا، أجير. والوقت المحدد له على حسب العقد. أن تقول الآن عندهم شفتات، شفت في النهار وشفت في الليل، إذن 4 ساعات في النهار 4 ساعات في الليل، أو يكون 8 ساعات في النهار وبعد أسبوع يكون 8 ساعات في الليل، معروفة هذه، نعرفها الشفتات. أثناء الوقت اللي العقد عليه أنه خلاص 8 ساعات 7 ساعات، لا يجوز له أن ينام في هذا الوقت، هذا وقت عمل، ولذلك يجب عليه أن يكون موجود في مكان العمل، ولا يجوز له أن ينام، ولا يجوز أن يعبث، ولا يجوز له أن يفعل أي شيء يضر بمصلحة العمل، لأن هذا يأخذ عليه راتب. الآن الوقت اللي موجود فيه مع العمل يأخذ عليه أجرة، والمسلم لا يرضى أن يأكل حرام. لكن إن غلبه النوم، غلبه ما استطاع، هو جالس لكن غلبه النوم وما استطاع يسيطر على نفسه وصحي، ما هذه مسألة يعني خارج إرادة الإنسان، ما هي باختياره. رجل ينعس مثلا وغلبه النوم وكذا، لكن ينتبه. أما أن تكون له عادة ينام في هذه الفترة، لا هذا ما يجوز، وهذا سببه السهر أو سببه عدم الاستعداد للعمل، سواء كان الشفت نهاري أو الشفت ليلي. ولذلك هذه يا أخواني بارك الله فيكم مسألة مهمة. الآن بعض الناس يقول يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا، فتش عن نفسك، شوف راتبك من وين يجي، شوف راتبك أنت مقصر في العمل ولا لا. بعض الناس الآن يقول يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا، المشكلة عندك. يعني بعض الناس الآن يستلم راتب شهريا وما يؤدي ربع المطلوب منه، ربع المطلوب منه عندما يأتي، وإذا طالب بحق يبغى حقه كامل، لكن حق الجهة هذه لا، يبدأ يدور الأعذار ويلتف على الأنظمة والقوانين، وهذا ما يجوز. هذا الراتب اللي تأكله أنت تأخذه وتأكل منه وتوكل عيالك وزوجتك، هذا كله لا بد أن يكون حلالا، والذي يأكل حرام والعياذ بالله، أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. بعض الناس يقول يا أخي ما طاح بيدك حلال، أو يقول هذا مال الدولة. كيف الكلام هذا؟ مال الدولة سايب، ومال الشركات والمؤسسات سايب، هذا مال لا يدخل عليك إلا يقين، مثل الشمس في رابعة النهار، درهم واحد انتبه، لأن الدرهم هذا اللي دخل عليك بشيء مغشوش، بشيء فيه تفريط عدم مبالاة، هذا مثل الحجر المغشوش في زاوية البيت، ما تدري متى يطيح عليك البيت، نفس الشيء انتبه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب على الإنسان اللي عنده شفت ليلي أن يهيئ نفسه، يأخذ راحته ويأخذ قسط من الراحة ويهيئ نفسه، لأن هذا عمل،